أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. نبدأها بالعناوين. مديرية موديا في محافظة أبين تشهد مسيرة جماهيرية حاشدة تأييدا لعملية سهام الشرق. مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية تسير قافلة مساعدات غذائية لمديريات غرب سوق قطرة. ميليشيات الحوثي تضع شروطا جديدة لتسليم الأمم المتحدة خرائط الألغام التي زرعتها في الحديدة. أكد الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أهمية تعزيز دور جهاز الرقابة والمحاسبة في منظومة العمل الحكومي وضمان مبادئ المساءلة والنزاهة لحماية المال العام وتكافؤ الفرص. جاء ذلك لدى تسلمه خلال اجتماعه برئيس جهاز الرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر حسين السقاف، وتسلم الدكتور رشاد تقرير الجهاز بشأن نتائج مراجعة وتقييم البنك المركزي من تاريخ مباشرة عمله في العاصمة، وحث على مضاعفة الجهود لكافة الاختلالات ومكامن الضعف في القطاع المالي والمصرفي والحد من الممارسات السلبية التي تضر بمصالح المواطنين. شهدت مدينة موديا مهرجانا جماهيريا وخطابيا حاشدا نظمته القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أبين تأييدا لعملية سهام الشرق. وشارك الآلاف من أبناء مديريات المحافظة ومديريات المنطقة الوسطى تضامنا مع أبناء موديا وتعزيز وحدة الصف الجنوبي وتفويت الفرصة على الأعداء المتربصين ونبذ الإرهاب والتطرف وتأييدا لعملية سهام الشرق العسكرية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار. والله ما يغدو الوقت في حجره، لابد ما تفرج مع الصابر. سيرت مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية مساعدات متنوعة لأربعة مراكز غربي محافظة سوق قطرة. استمرارا للجهود الإنسانية بأرخبيل سوق قطرة، سيرت قافلة الخير الإماراتية المتمثلة بمؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية مساعدات غذائية متنوعة لمراكز قبهات ودركبو وعمدهن وشوعب، ليستفيد من هذه المساعدات آلاف الأسر. وصلت نحن مساعدة من الأخوة الشقة الإماراتيين، مساعدة دقيق وسكر وبطانية جزاهم الله خير على ما قدموا. وتأتي هذه الجهود من المرحلة الاستكمالية لبدء قرى ومراكز الأرخبيل بالمساعدات المقدمة من مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، حيث تضمنت هذه المساعدات مواد غذائية وملابس وألعاب أطفال. ها نحن اليوم دشنا مساعدات عبارة عن مواد غذائية وألعاب وحاجات نسائية مقدمة من مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، وهذا ليس بغريب على هذه المؤسسة، دائما هي سباقة للخير وإيدي بيضاء دائما معنا في كل في السرة والضراء، فنحن نقدم لهم الشكر وكل الشكر والاحترام على ما قدموه في جميع المجالات. فنحن شاكرين لهذه المؤسسة التي قدمت كثيرا من مساعدات خيرية لكافة الناس أجمع، فنقدم له كل التقدير والاحترام جميعا. الأهالي بدورهم ثمنوا الجهود الإماراتية المقدمة لهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، مقدمين جزيل الشكر والتقدير للحكومة والإمارات على مساندتهم الدائمة لهم. تفقد الأمين العام للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية سير العمل بمشروع طريق الكدح البيرين، لافتا إلى أن الطريق يحظى باهتمام كبير وبالغ من العميد طارق صالح والأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. للتخفيف عن المدينة المحاصرة منذ 8 سنوات، يستمر العمل بوتيرة عالية لإكمال مشروع طريق الكدح البيرين أو ما يطلق عليه طريق كسر الحصار عن تعز. ويتابع العميد طارق صالح رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية عن كثب سير العمل في المشروع، إدراكا منه لما يمثله من أهمية حيوية لسكان مدينة تعز المحاصرة،
مؤكداً أن مثل هذه المشاريع الاستراتيجية ستعود بالنفع على الملايين من سكان المحافظة، حيث يعتبر هذا المشروع الحلم الذي ظل أبناء تعز ينتظرونه منذ وقت بعيد. تحظى هذه الطريق برعاية ومتابعة من قبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية، رئيس المكتب السياسي العميد طارق محمد عبد الله صالح، وبتمويل من الإخوة الإماراتيين. شكرا للعميد طارق محمد عبد الله صالح، شكرا لإمارة الخير، شكرا لكم جميعا. هذا المشروع الحيوي الهام والذي كان بهدف تخفيف معاناة أبناء تعز من عملية الحصار التي فرضتها جماعة الحوثي، واليوم هذا الطريق سوف يكون شريان وتنفس غير عادي لأبناء تعز في عملية المواصلة. أنا أعتقد أنه المشروع طريق الكدحة هو مشروع متكامل مع مطار المخا، هذه عملية متكاملة، وأنا أعتقد أن المنهجية التي يسير عليها العميد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي هي عملية ممنهجة في تكامل المشاريع التي يقوم بها. وتم التعديل على هذا الطريق الريفي ورفعه في المسارات الجبلية بعيداً عن ممرات السيول وتصميمه من جديد وفق رؤية العد المروري ليكون شرياناً حيوياً لمرور السيارات والشاحنات بمختلف أحجامها إلى تعز للتسهيل من تحركات المواطنين والتجار من وإلى مدينة المخا الساحلية لقضاء أعمالهم وحاجاتهم حالياً ومستقبلاً. ويسير العمل في الجانب الإنشائي بوتيرة عالية، وقد تم تقسيم العمل إلى مرحلتين، حيث أن مرحلة الردم الأولية أنجزت كليا من نقطة الصفر إلى 7 كيلومترات، كما تم فتح الأعمال الإنشائية التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 30%. تحاول ميليشيا الحوثي ابتزاز البعثة الأممية العاملة في الحديدة بما يتعلق بنزع الألغام التي زرعتها في مناطق المدينة، واضعة شروطا تعجيزية مقابل تسليم خرائط الحقول. بعد أن حولت ميليشيات الحوثي الإجرامية محافظة الحديدة إلى أكبر حقل ألغام في العالم، بدأت باستخدام هذا الملف لابتزاز البعثة الأممية العاملة في الحديدة بموجب اتفاق ستوكهولم للحصول على الدعم والأموال. وتجدر الإشارة إلى أن ألغام ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة أودت بحياة نحو 2000 مدني. مصادر محلية وأمنية يمنية أوضحت أن ميليشيات الحوثي رفضت نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها في مناطق باتت خاضعة لسيطرتها كليا في الحديدة، متنصلة بذلك عن مسؤوليتها في زراعة وتفخيخ مساحات واسعة في الحديدة على امتداد أكثر من 100 كيلومتر في الطرقات والأحياء السكنية ومداخل المدن والمزارع التابعة للسكان في مناطق تهامة الزراعية. وكشفت المصادر أن الإنقلابيين وضعوا حزمة شروط لكي تشارك فرقها الهندسية في نزع الألغام التي زرعتها، وطالبت الأمم المتحدة بتنفيذ هذه الشروط لأنها لا تملك خرائط للألغام. وتضمنت الشروط أن تمول الأمم المتحدة خطة عمل الفريق الهندسي التابع للميليشيات الحوثية ومعدات اللازمة وأجهزة متقدمة خاصة بكشف الألغام، إضافة إلى دفع مقابل مالي عن كل لغم يتم انتزاعه، وأن يكون التمويل حسب الإنجاز، ومقابل كل قطعة متفجرة تدفع الأمم المتحدة مقابل محدد يساوي ما يدفعه مشروع مسام السعودي للفرق التابعة له. هذا وطالبت الميليشيات في اشتراطاتها أن تتضمن خطة تمويل تعويضا مجزيا لأهالي العاملين في نزع الألغام حال قتل أحد منهم أو فقد أحد أطرافه أثناء العمل، وتحمل نفقات علاج المصابين حتى يتم شفائهم. وطالبت الميليشيات بأن يتم العمل في نزع الألغام بعد توفير الأمم المتحدة المتطلبات والتوقيع على اتفاقية معلنة بين الطرفين على مراحل مختلفة تشمل كل مرحلة مساحة جغرافية محددة. بدوره قال رئيس البعثة الأممية بالحديدة الجنرال مايكل بيري أن البعثة تعكف على صياغة مذكرة بمثابة خطة تسهيل العمل على إزالة الألغام، وهما يعني موافقة من الأمم المتحدة على الابتزاز الحوثي للبعثة الأممية. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. العاصمة عدن تشهد بازارا تسويقيا لعرض منتجات معيلات الأسر. أهلا بكم جديد.
لجأت معظم الأسر في مدينة المكلا إلى استخدام الحطب بدلا عن الغاز المنزلي بسبب صعوبة الحصول عليه، حيث تعاني المحافظة من أزمة خانقة في الغاز. هكذا تبدأ العائلات يومها في مدينة المكلا. إنها رحلة البحث عن الحطب بسبب انعدام مادة الغاز المنزلي. هذه السيدة الأربعينية تعيش في أحد الأحياء بالمدينة، تأتي كل يوم إلى هنا لأخذ بعض حزم الحطب كحل أخير لطهو طعام أطفالها. أزمة غاز، نحن حوالي شهرين أو شهرين ونص ونحن من دون غاز، ورجعنا للحطب علشان نصلح نحن أكل بالحطب. رجعنا زماننا القديم حق أول، يعني نسوي في التنار ونسوي في الموقد حطب ونمشي حالنا، لأن الغاز مش موجود في البلاد. في سوق سودة من 10,000 8,000 9,500، في سوق سودة. نحن ناس ظروفنا صعبة، وحسب الظروف ما تمشي الحين ما نقدر حق الغاز فلوس، رجعنا للحطب من جديد. هنا ترتص مئات الاسطوانات من الغاز، يقف خلفها مئات الأشخاص في طوابير يحدوهم الأمل في تعبئة اسطواناتهم. تركوا أعمالهم وانشغلوا بالغاز. في البلاد هذا المفروض البلاد تكون مش فيها أزمة، يعني ما شاء الله، يعني حضرموت يعني شكل مستقر فيها، والوضع البلاد يعني تمام، ومعنا محافظ حضرموت يعني ما شاء الله يعني جديد. هذا مفروض يعني أول أزمات يعني فعلها لنا هذا الغاز، يعني تعرف أن الغاز أساس من بيوت هذه، تعرف الحريم يطبخون على الحطب وعلى ذي، يعني مشكلة في الغاز هذا. والله الطوابير هذه يا أخي إيش أقول لك، هذه أزمات مختلقة، ما في الغاز، في الغاز، في النفط، في الكهرباء، في كل شيء، وهذا سببها رداء الحكومات المسلطة على الناس. تحتاج المكلا وضواحيها إلى 8,000 اسطوانة غاز في اليوم الواحد، لكن منشأة الغاز ببروم ترفض المدينة بنحو 6,000 اسطوانة فقط، وذلك بعد تقليل كميات الضخ من مصفات صافر بمحافظة مأرب. ليست المكلا فحسب، بل إن أزمة الغاز المنزلي في كافة مدن ساحل حضرموت مناشدات بتدخل حكومي لإنهاء الأزمة، خصوصا مع قرب حلول الشهر رمضان المبارك والذي يزيد فيه الطلب على مادة الغاز. حسن البحيط، قناة الغد المشرق، المكلا. نظم بازار تسويقي لعرض منتجات معيلات الأسر في العاصمة عدن بهدف تمكينهم من اقتحام سوق العمل وتحسين حياتهم المعيشية. كعادته مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يشكل نبراسا يقتدى به في مجال العمل الإنساني والتنموي، حيث أقام بالعاصمة عدن البازار التسويقي لعرض المنتجات لمعيلات الأسر. تمت الحمد لله الدورة بنجاح، وبعد ما كملنا الدورة دعمونا احنا بمعدات، مثلا فرن كهربائي، فرن غاز عفوا، وعجانة وخلاطة وأدوات كثيرة اللي هي متخصصة بالمعجنات. أنا كان دورتي معجنات، والحمد لله تحسن سبل العيش، وبدأنا بسم الله بالمشروع. صح أنه للآن في نقص يعني من حيث المواد وكذا، بس الحمد لله يعني اجتزنا نص المشروع. يأتي البازار التسويقي ضمن مشروع دعم تمكين الشباب والشابات لتحسين سبل العيش في البلاد، وقد حظي البازار بإقبال وتفاعل كبير. طبعا تم بحمد الله بدعم وتمويل مركز سلمان، تم تدريب الشباب والشابات في محافظة عدن. الشباب معنا كان 125 مستفيد، بقسم الشابات كان معنا 90 مستفيدة. طبعا تم تدريبهم لمدة 6 أشهر في مجال الخياطة والكوافير وصناعة الكيك والمعجنات. بعد ذلك تم تمكينهم في سوق العمل من خلال توزيع لهم الأدوات وانخراطهم في سوق العمل بشكل أكبر. الحمد لله شاركت في الخياطة، تعلمت التفصيل، بدأت بتفصيل حاجات بسيطة، تطور الأمر عندي لحبت أن يكون عندي تصميم وتفصيل في العبايات، والحمد لله فتحت مشغل بسيط وبدأت بالخياطة وتطور الأمر لبراقع طرحات.
خطوة ودعم جديد يقدمه مركز الملك سلمان هدفت لمد يد العون لمعيلات الأسر وفرصة لهم لتسويق منتجاتهن وتمكينهن من إيجاد مصدر دخل يساهم في تحسين دخلهن المعيشي في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها البلاد. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق عدن. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: مديرية موديا في محافظة أبيان تشهد مسيرة جماهيرية حاشدة تأييدا لعملية سهام الشرق. مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية تسير قافلة مساعدات غنائية لمديريات غرب سقطرى. وميليشيات الحوثي تضع شروطا جديدة لتسليم الأمم المتحدة خرائط الألغام التي زرعتها في الحديدة. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوة.com وتطبيق ضبط الإخباري. دمتم بصحة.